الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والشكر له تعالى على أنعامه وأفضاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه وآله. أما بعد، أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها خرج من عندها النبي صلى الله عليه وسلم بكرة بعدما صلى الصبح، وهي في مسجدها أي في مصلاها الذي صلت فيه، ثم رجع إليها بعدما أضحى، وفي رواية رجع إليها حينما قارب نصف النهار، فقال لها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ يعني جالسة تذكر الله سبحانه وتعالى، تسبح وتهلل وتكبر. فقالت: نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتيه منذ اليوم، يعني صباحك اللي انت قاعده وده كله بتذكري، لو وزنت الكلمات الأربعة دي اللي أنا قلتها 3 مرات لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن. لقد قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه 4 كلمات تزن ما قالت أم المؤمنين من الفجر إلى ما يقارب نصف النهار. أولا، الحديث من رواية أم المؤمنين جويرية، وهي بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، كانت من سبايا بني المصطلق، ووقعت في السبي لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، وقعت من نصيب ثابت بن قيس ابن شماس أو ابن عم له، ورضي الصحابة لهم بالمكاتبة، يعني اللي بيقع في السبي ويكون من المماليك يرضوا له إنه يكتب كتاب يتعهد فيه إنه يدفع مبلغ معين من المال على فترة طويلة عشان يعتق نفسه. فجاءت رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على كتابها، يعني دايرة ويساعدها عشان تعتق نفسها. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: لما رأيتها عند حجرتي قالت: كرهتها. وهذا بسبب ما يقع بين النساء من الضرار. قالت: وكانت امرأة جميلة، وعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت، يعني سيعجب بها. فقالت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني ابنة سيد قومي، لأنه أبوها الحارث ابن أبي ضرار هو سيد بني المصطلق، وجئت بك أستعين على كتابي. وكان أبوها جلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فقال: إن ابنتي
لها من المكان ما لها وإن مثلها لا يسبى فأرجو أن تخيرنا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذن أنا بخيرك، إن اختارتني فلها ذلك وإن اختارتكم فلها ذلك. فجاء أبوها إليها فقال لقد خيرك الرجل فلا تفضحينا، أتختاريه أم تختارينا نحن؟ قالت بل أختاره هو. قال والله لقد فضحتنا. فلما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تستعين على كتابها قال ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك، أخير لك مما نساعدك على دفع الكتاب؟ قالت وما هو؟ قال أدفع عنك وأتزوجك. قالت لقد رضيت. قال لقد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده الحق إنه يتزوج من النساء، يعني من اللاتي لم يسلم آباؤهن، له الحق أن يتزوج بغير ولي. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم الصحابة بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية، وكان عندهم أسارى من بني المصطلق 100 بيت أسرى من بني المصطلق كلهم في بيوت الصحابة، فقال الصحابة هؤلاء أصهار رسول الله بني المصطلق، فأطلقوهم جميعا. قالت عائشة رضي الله عنها والله ما رأيت امرأة أبرك على قومها منها. 100 بيت من بني المصطلق أسارة فكهم بسبب مصاهرتها للنبي صلى الله عليه وسلم أو مصاهرة أبيها للنبي عليه الصلاة والسلام. جويرية كانت امرأة عابدة، ودي أخواننا فائدة عظيمة. من من النساء اليوم بتجلس في المصلى تتعبد ربنا لحد ما تطلع الشمس؟ هذا يدل على إنها امرأة عابدة تتعبد لحد ما تطلع الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد جالسة في مصلاها وبتذكر ربنا سبحانه وتعالى، فعلم ذكر أفضل من اللي بتقوله هي، مع إنه اللي بتقوله هي صحيح تهلل تكبر سبح ربنا، لكن علم هذه الأربع كلمات. وهذا يدل يا أخواننا على أن الأذكار التي عليها خاتم النبوة فضيلة أعلى. وبالتالي أنت لو داير أي عمل وعنده حسنات مضمونة بعدين يوم القيامة، شوف السنة فيها شنو، ما تمشي تتعبد لك بذكر جايبه من راسك، لأنه أنت ما بتعرف أجره قدر كيف، أجره قدر كيف أنت ما بتعرفه. ولهذا بيجي ناس يوم القيامة بأعمال كثيرة جدا لكن ما فيها فائدة. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه زول بيعمل عمل بمزاجه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الآن تمشي تشوف في الأذكار اللي بينشروها في رسائل واتساب أو اللي بينشروها في كتيبات وفي المنافستهات بتاعت الطرق البدعية والضالة، اديك أذكار كمية كبيرة جدا. انت مفترض تسأل نفسك سؤال، الأجر حق الأذكار دي وينه؟ وبكم حسنة؟ وهل مضمونة ولا ما مضمونة؟ ما ده ذكر اداك له شيخ، الشيخ ده ما رسول ربنا رسله ولا نبي من عند الله ولا جاء وحي ولا هو الميزان اللي يوم القيامة ربنا حيحاسبنا به. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ربنا حيسألنا من المرسلين، حيسألنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، ما حيسألنا من الأذكار بتاع الشيخ الطريقة
ولا بتاعة الحزب ولا بتاعة الشيخ الكبير أبدا. ربنا حيسألنا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الميزان يوم القيامة. وبالتالي يا أخواننا، أي ذكر أنت دار تتعبد به، أفحصوا في الأول هل مختوم بختم النبوة ولا لا. قال لا، أنت لو جاي تتعامل بالعملة وزول أداك دولار داير يبيعه لك، لابد تفحصه في الأول، ولو ما فحصه ما بتشتري منه، ولو مزور ما بتقبله، ولو عملتنا السودانية دي مزورة ما بتقبلها، فكيف في الدين نقبل بالمزور؟ الدين ده الآن عندنا والعبادات والأذكار مليانة بالمزور والمفضوح، واللي ما عنده سند يقطع البحر إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أصحابه الكرام. فهذه نقطة يا أخواننا مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام علم هذه الكلمات الأربعة، اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، يعني سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسي، سبحان الله وبحمده زينة عرشي، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. أربع كلمات قال ثلاث مرات. وهذا فيه فائدة يا إخواننا، أن الدين يسير وسهل وخفيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لما تقارن بين أذكار السنة والأذكار المزورة بتاعت الطرق، بتلقى إنه أذكار السنة أجرها كبير وهي خفيفة في العمل. الشيخ هناك بيقول لك تقول يا دائم 6740 مرة وتغمض عين وتفتح العين الثانية، ده شنو ده؟ أنت بتجن بالطريقة دي، بتفك منك، وده ما دين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف بيسهل لنا الدين، قال لي أربع كلمات ثلاث مرات بس، ما في تعب. الدين يسير يا أخواننا، ولكن هذه الطرق المزورة هي التي أفسدت الدين وخلت الناس ينظروا للدين نظرة بتاعت رهبانية. الواحد يقول لك إحنا دارين نعيش حياتنا وعندنا شغل ما فاضين، لما تيجي تقول لو ذكر زي حق الشيخ ده، ده بقعدك من بعد العشاء لقريب الصبح. الناس ما بيقدروا عليه، الناس عندها أعمال، عندها مهمات، عندهم عيال بيربوا فيهم. الدين الصحيح أنت في عملك ممكن تقدم ذكر عظيم وتعمل عمل عظيم بكلمات يسيرة جدا، كلمات يسيرة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال: من قرأ قل هو الله أحد، دي في زول ما حافظها سهلة جدا، أي زول حافظها، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات، 10 بس، يعني بتقرأ في غضون 3 دقائق. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة. سهلة ولا ما سهلة؟ والسنة كلها كذا، ما في ذكر بيقعدوا الليل كله، ها؟ أذكار قليلة ميسورة سهلة. أنت راكب في المواصلات ممكن تقول سبحان الله العظيم وبحمده مرة واحدة، سبحان الله العظيم وبحمده بس مرة واحدة،
قال النبي عليه الصلاة والسلام غرست له نخلة في الجنة واحدة. شو الموضوع ده سهل كيف؟ لكن لما تمشي لبتاعين الطرق بدوك ذكر، لو ما بقيت فاضي شغلة وما عندك موضوع ما بتعمله، عشان تقعد معه هناك حوار وهو يلقط لك القروش. قول لهم عندي 6000 حوار بهنا، جيبوا لي دقيق وجيبوا شنو، يلقط لك القروش وانت فاضي شغلة قاعد ما عندك موضوع، أولادك محتاجين لك ما لاقينك، عامل فيها ذاكر لله. ده ما ذكر. الذكر تذكره انت في شغلك وانت ماشي في الشارع، ها؟ ذكر عظيم بكلمات بسيطة، زي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين رضي الله عنها: سبحان الله وبحمده عدد خلقي وعدد الخلق ما يعلم إلا الله، وزنة عرشه، والعرش أعظم مخلوق وأكبر مخلوق. أنت بتسبح ربنا بزنة العرش كله مع أنه أعظم مخلوق، ومداد كلماته ومداد الكلمات، يعني الحبر أو الدوايا اللي بتكتب بها كلمات ربنا. وربنا قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وربنا قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو شجر الأرض كله برينا وأقلام، والبحر يمده، يعني يبقى له مداد ومحبرة، البحار كلها محبرة لهذه الأقلام. ربنا قال: ما نفدت كلمات الله، كلمات ربنا لا تنفد. ما عدا أنت بتسبح تسبيحة واحدة بعدد كلمات الله سبحانه وتعالى، زنة عرشه ومداد كلماته. فده يا أخواننا ذكر عظيم، نعود نفسنا عليه، نقوله قدر ما نتذكره نلقى هذا الأجر الكبير. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم فرج عنا هم المهمومين وكرب المكروبين. اللهم وسع علينا في أرزاقنا، وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.